يعني ما تزال أزمة الكورونا تجتاح العالم خاصة في إيران مؤخرا، التي أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد وارتفاعها إلى 15 شخص، فيما سجلت 34 حالة إصابة جديدة بالمرض. وأكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني، ليرتفع عدد ضحايا المرض إلى 15، وبينما يرتفع عدد المصابين إلى 95. كنا تحدثنا طبعا يوم أمس عن الكورونا ووصوله إلى لبنان، الذي رفض بدوره إيقاف الرحلات الجوية والملاحة الجوية من وإلى إيران، في الوقت الذي قامت معظم الدول المجاورة لإيران بإيقاف الرحلات من إيران احترازيا. لكن يبدو أن النظام في سوريا أحب أن يأخذ نفس الخطوة، فامتنع هو أيضا عن إيقاف الرحلات من وإلى إيران. آخر تطورات هذا الملف، ملف الكورونا، وآخر التحديثات عليه خاصة ما جرى مؤخرا في إيران، نتابعها في التقرير التالي. هذه الأرقام في إيران، وطبعا إيران لها الصلة الوثيقة مع النظام في سوريا وأيضا مع حزب الله في لبنان، وفي كلا البلدين يعني تحوم الشبهات. ويعني هناك إصابة أصلا مسجلة في لبنان، سجلت يوم الجمعة الفائت عبر سيدة يعني وصلت من إيران إلى لبنان، في الوقت الذي يرفض حزب الله يعني إيقاف الملاحة الجوية بين إيران وبيروت، وسط مطالبات من العديد من النشطاء اللبنانيين والمجتمع اللبناني يعني يطالب بإيقاف هذه الرحلات، وهناك يعني مناكفة بهذا الخصوص إلى الآن. النظام أيضا بسوريا يعني لا يريد إيقاف هذا الموضوع، وطبعا الميليشيات العابرة من إيران إلى العراق إلى سوريا يعني تذهب وتأتي يعني، ويعني موضوع الكورونا موضوع خطير. مسؤول النظام ينفون بشدة وجود أي إصابة بالكورونا، في الوقت الذي يرى فيه الناشطون السوريون أن النظام يتكتم على وجود تلك الإصابات، منها ما قاله الصحفي وائل الخالدي عن وجود إصابة لطفل في مشفى المجتهد بدمشق، الأمر الذي نفاه مدير المشفى عبر وسائل إعلام النظام. ولكن لماذا سيضرب الكورونا سوريا؟ ألا يكفيها ما حل بها ليأتي الكورونا ويجهز عليها؟ أليس هناك لدى السوريين ما يكفي من قهر وخوف وجوع وتهجير؟ أليس بكاف يعني ليأتي الكورونا يعني ويقضي على ما تبقى منها؟ تلك كانت أمنيات هذا الرجل الذي يغني للكورونا في الشارع. نتابع ماذا قال. مواطن سوري إلى السيد كورونا المحترم، احذر ثم احذر ثم احذر من دخول الأراضي السورية والاقتراب من الشعب السوري، لأنه إذا دخلت الأراضي السورية سوف تتبهدل وتترزل وينداس على حلقك وتطلع من سوريا خنتك شبر، لأنه احنا الشعب السوري خلال 10 سنين مرت علينا فيروسات بشرية أقوى منك وأعتى منك، واستطعنا بصبرنا وبصمودنا ومتانة وجهنا أن ندفن هالفيروسات بالأرض السورية.
فلا تهبل وتنجن وتضحك عليك العالم. احنا الشعب السوري 10 سنين تحملنا الفقر والجوع والعطش وما حد يقدر يركعنا. تجي انت تالي فيروس تريد تركعنا وتخوفنا، هاي بعيدة عن شواربك. فانصحك نصيحة، خليك بالدول اللي انت بيها وروح دور دول غير سورية واعذر من انظر وفهمك. هذا كان البيان الذي أطلقه هذا الرجل ليحمي، موجها رسالته إلى الكورونا، لا تأتي كورونا إلى سوريا، ففي سوريا ما يكفي من مصائب وقصف وتهجير وقتل على أو بدم بارد. للأسف شر البلية ما يضحك، يعني أكيد يعني يا ريت الكورونا شخص اعتباري، بس إنه للأسف الكورونا يعني عن جد يعني بخوف إذا اجتاح سوريا. سامين حكى كثير بسخرية عن الموضوع، يعني هناك يعني الكثير من التعامل بسخرية مع موضوع يعني الكورونا. ما في يعني اليوم نحن قدام واقع ما في بإيدنا نعمل أي شيء غير إنه نتندر على هالواقع.